باشرت مديريتنا وبناء على أوامر وتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم في محافظة النجف الأشراف، وبالتعاون والتنسيق وانطلاقا من خطة أمنية معدة شاملة لغرض تأمين حماية الزائرين في ذكرى أربعينية الإمام الحسين. مديرية الدفاع المدني حقيقة تقوم بالعديد من الأعمال والنشاطات والالتزامات تجاه جميع المواطنين في المحافظة وجميع الزائرين الداخلين إلى المحافظة باتجاه محافظة كربلاء على المحاور والتقاطعات والطرق المهمة. باشرت مديرية الدفاع المدني العلاقات العامة والإعلام بطبع أكثر من 5000 بوستر تعريفي لتوزيعها على المواكب الحسينية وأصحاب المواكب، وذلك بالتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية في المحافظة، وأجرينا أيضا بالتنسيق مع دائرة صحة النجف بتوزيع أكثر من 2500 لتر خاص بالتعقيمات لأصحاب المواكب الحسينية والأخوة الزائرين الكرام، وهذه الحملات مستمرة لحين إكمال المسير بالكامل في محافظة النجف الأشرف. باشرت مديرية الدفاع المدني محافظة النجف الأشرف بتنفيذ خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وذلك بنشر فرق الدفاع المدني على خط سير الزائرين ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة النجف الأشرف.